الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح به عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. فاجزه اللهم عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، ورسولا عن قومه ورسالته ودعوته. وارض اللهم عن الصحابة والآل الكرام أجمعين، وأحسن خاتمتنا وخاتمة المسلمين، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين، اللهم آمين. موضوع إن شاء الله تعالى ما نتأنكه لدونه وحوين رمضان شهر التغيير بشهر رمضان بركيسن، والله سبحانه وتعالى كبركي بنزول القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فبركة هذا الشهر بنزول كتاب رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. شرفت أي سرينتا وكهل كتاب بشاس أي شيء وحويا، والله سبحانه وتعالى باختارها من بقية شهور السنة بشهر رمضان وحويا أول ما فيها القرآن. أرنت الله بعض أن أبهن لنا دول استاجننا وبشهر رمضان أنكو كهضينا وحويا التقوى. الله وحوي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لما يا الله إلهي ومحمد وقرت بشن إن نصونه إن عبادي سنه إن الله أدوانه تبارك وتعالى إلهي وحو نقر هل أرنك لقيت لعلكم تتقون. ولذلك وحويا قد يد أدوية الوجهه وحويا تقوى الله عز وجل. مركان لك أن تجنو يميش الكسان تجنبا في أي زمان وفي أي مكان الله كعبس هو إنه نقضى مربط الفرس ميش لو صعد أم بميش اللي هي أما ميش ربي إن لقاري إن شاء الله تعالى. ولذلك وحويا أول ما نبحث عنه هو معرفة محل التنافس ميشان أبا هنا إنا كترتنه، وهل كيب الله دورتي سبحانه وتعالى إنه بن آذن كترتن كي سكوكرا الله بنوشيقا سبحانه وتعالى مركو آدم عليه السلام لك أدورتي، والله سبحانه وتعالى يليه في سورة البقرة: فأزلهم الشيطان عنها. شيطان كيبا أيمي ووسواسي شرب أشاقي خير كيبو كل حيي فأخرجهما مما كانا فيه وحي وناك سنائي كل حجرين أو جنبأة وكسو صاري وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. مركزو الله سبحانه وتعالى وحو أقرتين آذن أودن وآبهن آذن لقب لابي إن أدوية النماضنا يدلك النماضنا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولذلك الأرض وحويا ومحل التنافس وميشة ترتنك كالصعضه وميشة الله سبحانه وتعالى هرتيسه ونقرب إن كل عبادي سنه. مركزان وحولي الله سبحانه وتعالى يسوك الله يا محل التنافس الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولذلك وحويا الله تبارك وتعالى الحياة يا الممات وابتلاء سدو الله أقاد تبارك وتعالى أيكم أحسن عملا كوين وناكسن يا عملك وناكسن لي مات يا إله رألقلنا يا تبارك وتعالى. الله نوحي في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولذلك أول المطلوب وحويا المرهد أن أقاني محل التنافس إلهي سبحانه وتعالى أدونك محونا كالي سدان أقانه أهمية تغيير كي يسبدل كبشر رمضان أنبهن إلى أنقارنه. الله وحن ليه تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله وحن أبو ريل العبادة وحي الله كالورد أنه وحكو ريقيا العبادة. ولذلك الله سبحانه وتعالى وحن نقنهي وحن نقديذي ويلي وحاسي وحش رماها: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وحن نقديذي الله سبحانه وتعالى عبث كبني آذن كؤبذية عيارت أي بني آذن كؤبذيه يا أرنك لو نوشي وأنكم إلينا لا ترجعون إن نوصل الله بن دونتان أي أن هنالك حساب وعقاب على ما تفعلون وحن صمينا نردن بوانا نروح حساب دونا. ولذلك الله سبحانه وتعالى وحيولي: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا وقت قود إيمادو يحل قود إيمادو يأجل قود إيمادو وحلو كادين أي مترته وحكاندبلو لغايانا مترته ولا يستقدمون وحرلو لغايانا مترته كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله سبحانه وتعالى
وحويان باقئة، أما بقية المخلوقات فهي فانية وهي الانتهاء. ولذلك خفك عاقلك وين فهما، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي. حدانو لمنه أو لمشدن لو دايو لكان الغاية، لكان الموت غاية كل حي. قف كستور انتا وحكر راح يسن لها لمشدة أم بقلض هقلو أم بصح سمية. ولكن إذا متنا بعثنا، حدانو لمنه وانا نصوص هاري يا مالنت آخره، ونسأل بعدها عن كل شيء وحكستور نصمينين ونودينية. مشكلة أباهن مركا إنا نفهمنو يوحوين وأدنيا أن كنا نحي قيمه ذو انتو ليجي هاي درر كيذن انتو ليجي. الله بانوشا كي سبحانه وتعالى وحيو يقول متاع الدنيا قليل، الدنيا ذا دلال كيذا يقرح ذا وحي ركوبا وايم حدعي. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. آخر ذن وحويا يذا أونا كسنكو الله كبقنا يتبارك وتعالى وحل الظلمنا يئن آذنه مجرته. ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام مركو الدنيا ذا المامي وحوليه النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذه الدنيا ذني أي قيمة كفر لي إله أكتيس قيمها سي هدو يريه أو يهي كان عضا أوكلا بال كذا لما سقى منها كافرا شربة ماء. قف قال وحبال لقم صين الله. ولذلك أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه ما نبأ وحلف لي ضد صاحب بديئة تذكر علماء أي طلاب العلم تذكر هناك سنة صالحين مركز وحولي. فقال يوما لجلسائه وهو يبكي يسقو آدو أوياي ولبؤ هنتي سعي داراتي وحولي فكرت في الدنيا ولذاتها وحن كفكر ولبنا في قمة الهرم بتاقيني ماشي يقص الرئيسي وبني آدم كإستايكرا وتاقيني هوا مدحوينها مسلمين وحويا وحوي مادة حولها وحوي مادة من حدود الصين إلى حدود فرنسا. هل كان لبضع نعبو لبضع عرف بو كلا تاقن يهي دولة دبلار كيدا اي كلا تاقن تهي وحولي فكرت في الدنيا ولذاتها الدنيا ذي يدل دلال كيدا انكو فكري بولي وشهواتها يوحي الله مع معان كي شهواتك كتشرتا فاعتبرت منها بها يذا انكت صالقاتي يذا انك عبرقاتي ما تكاد شهواتها تنقضي. شهود يذو هدي قد افضه مركو هرم مع معان كاسادتك سرايا لكن شهود يذو بولي مركي قد افضه حتى تكدرها مراراتها قرار كذا كقبصنا يا بودي. ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر حداني قف وقتشر عبرة وكتص على قاته إن فيها مواعظ لمن الذكر وحكتشر توحي الله فربضنا هرتي سكد عاية أو مواعظة وإلهي وقت لقل سبحانه وتعالى بن آدم كينو كتص على قاته. ولذلك يقول ابن أبي الدنيا عليه رحمة الله أنشدني الحسن بن عبد الرحمن لن وناك سنو الحسن بن عبد الرحمن ليداه باقبي إيتر إيه معلم بودي مركز وحي بودي نزهة المؤمن الفكر قفك مؤمن كنز هديسو وحوين قفك مركو حقاق بحايو وميل تقايو وسوها وقد سنايو وحول قفك مؤمن كدبتا فكر الديسة أو مدحي سي قلبي جيسة كتشرته والله كفكرا يتبارك وتعالى وسماوات كني أبورك الله كفكرا يتبارك وتعالى. لذة المؤمن العبر عبر ذا إنو كقات وحي تقاي أو أمضيه هورين الدافي يحالك أمد بني آذن كوحكو دعاي انتو نوليها وحول تاسع لقوت صالقاتها بولي. نحمد الله وحده إلهي كل جيبان مهضيننا تبارك وتعالى نحن كل على خطر أن كلنا خطر بنقص جناه لبات نقص جناه عذاب نهرت الله. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وحول وح الله يا بيبودي قف كبودي كركي سنة نارتي كركي سنة نارت كركي سنة كنا ذا الوجود دياري هوستي سنة نارت الوجود دياري كيف ينام بينهما سيدي بود حدود أصيحنا يا بودي. ولذلك كلنا على خطر أنك لن وحن كشرنا خطر وين بان كشرنا رب لاه وعمره قد تقضى وما شعر. انت يقف بال أركي عمر جيسي سو جابين يهي انت يقف بعد أركتي صبحي أول قول قلبتي وود انتي انت يقف بعد أركتي قلبتي أو هبين كيم توصي حدي كسو كعواي سيرتي سي. ولذلك قد تقضى وما شعر مركز واحد العمر جيسي بعد لما ناي يسوقنا مو جوا مشغول سين يهي الدنيا تبو أرديا رب عيش قد كان فوق المنى انت يبقى في راحيسي الدنيا راحيسي وكشري فوق المنى مونق الزهر قروحي نلفي عني راح وكشري وحويا أي كدم بيسي غيرته وأهله سرعة الدهر بالغير مركز الدنيا ذي يسقب أي بد شيء الدنيا ذي وحب بدله. نحمد الله وحده إلهي بان مهضننا كليكي إن في ذا لمعتبر إن في ذا لعبرة للبيب إذا اعتبر. أرنت أن نشريقينه قف كستو عقل له قف كستو إيمان له قف كستو الله أدوانا يتبارك وتعالى قف كستو الرب إنو الله سبحانه وتعالى أن حريستو وامدكو قصب إيسو كو كلفيسة إنو الله أسوك يستتبارك وتعالى فيما بقي من العمر.
ولذلك الفضيل بن عياض هذا الفضل بن كيدي وحول تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى انت صوص عطنا لش هذا وناك سمين سيد اللو قدن بدافة وحي كدافي بركا وحن أبا هنّي ولا الكي ولا شيء إن نهر تحال كينا حال كينا ممد إلهي فرح قلنا يبا سبحانه وتعالى وسيدي النبي أجعلا عليه الصلاة والسلام هدوك أركايو بعد ما أنت كتاق انتهي ما حياته ذي النبي عليه الصلاة والسلام سيد النبي ربئنا ذو نولاتد أو جنّد أدو قادد أو حوض كيس أتكعبتد ما سيدا سوكلان أنه النهي بالنبي أنه إيقنا صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على الحصير نلكس حنشر عليه الصلاة والسلام حتى يؤثر في جنبه إلا أنت نعيس لقى أركي شري وحول النبي عليه الصلاة والسلام مركي عائشة كشكي نيسي وحيتر رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان لا يشعل في بيت رسول الله النار الشهر والشهران والثلاثة صدح بلوض وحريرة فأما الورك قاركود أنا دبل قشي ذي تنقولي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأفضل الناس وخير الناس أنا ولد أنا خير ولد آدم ولا فخر بنبي قولي صلى الله عليه وسلم هذا نص ذا سيتهي نبي قلنا عليه الصلاة والسلام الدنيا ذا سقيم أمي في الدين مركز سيدنا عمر مركو أركي نبي قوه في الدين مال أدلاء والرفات سن مركز وحي وليوحا حصوصتي سيدي بقرد أدونك أرى حيسانيان نبي محمد أدونا أدو الرفات سن تهي مركز وحي ولي ابن عمر ابن الخطاب ألا تحب أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة ما نتش علينا إن أدونا إن أنكم يجون الدنيا أي قاتان أن نكون إن آخر ذين أن قاضنا ولذلك نبي حديث كالترمذي وريي من حديث أبي هريرة وحنا بريا عليه الصلاة والسلام أدني ذا لبك ذا مركز وحول بادروا بالأعمال سبعة تضبع عمل با تضبع الرمود بقف كهرتاجن تضبع قبا هرتاجن إيه عمل كددتشي أبو نبي يقول ليه صلى الله عليه وسلم مركز وحول ليه هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا انت امرك لي هي النبي عليه الصلاه والسلام او موتا مجهزا نبي عليه الصلاه والسلام حلي هي الغنى غنى مطقيا يا فقرا منسيا فقر يا سيدي سبا ومنسي وحو كل لو سينيا عمل الصالحات ولذلك حياته هذا فقر هذين نقطه رفاد هذين نقطه لباته هذين نقطه قفك عمل فربضان قبل كريمايو غنى العق الدنيا او كسو فرمته بني ادمك او كمشغول سخير كان وي تاسنا لباتي كينيسا حنون رفاد وقفك ككلف انانو عمل بقوان خير نقبن صلاتنا تكن تاسنا وككينيسا او هرما مفندا ان بدا بضن او حويا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا تو الله يري سبحانه وتعالى سدي اقون در او غدعد كدب علمي سي اقونتي سي او موت مجهزا ان بدي مشى وحك سبغيسا او جانس كبا كادميسا او الدجال ان بكي شرت بدنا الدجال كلورن جري فشر غائب ينتظر ومتشر بضن لسغايو والساعه فالساعة أدهى وأمر ساعدنا وحويا ومذو حاسو أن شيقنا ننبك وضدرا ولذلك أول مبدأ التغيير واتو الله نوشيقا سبحانه وتعالى التغيير يبدأ من الداخل وذها قفك بني آذن كوكب العظمية إن الله لا يغير ما بقوم إلهي قوم يدد مبدلايو حتى يغيروا ما بأنفسهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحولي ألا إن في الجسد مضغة حديثك صحيحة وحولي جلك وحكتش ارتاحب إذا صلح تهدي وناكسناته صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب مركا وحن أبا هنّي قلبك إن انهقات شنه أعم وحأدونك أقود رنبا ليدي وحوالي احذر أن تكون صديق إبليس في العلانية أن تكون عدو إبليس في العلانية وأن تكون صاحبه وصديقه في السر نسأل الله عز وجل أن نكون من أصحاب القلوب الواعية وحويا ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم ولذلك القضية الكبرى هو أنك نسوقي سمانت وحويا وابشا بركيسا سيدان وقفا إذي سن لهين سيدان الله أولوان لهين تبارك وتعالى رمضان أقبل قم بنا يا صاحي هذا أوان تبتل وصلاحي واغنم ثواب صيامه وقيامه تسعد بخير دائم وفلاحي بشر رمضان وحو يوم بشي لو طلق لي تدك إني سوتشي ذان إناني هردن عبادة إني كفا إذيستان خيرك يوناق إني كد ذالان تصل لو طلق لي هذا أوان تبتل وصلاحي ماشان وحلقي تبتلك يا عبادة ترادة بضن يوناق واغنم ثواب صيامه وقيامه صيامك وحو لو طلق لي إن لقفا إذيستو يا قيامك إن لقفا إذيستو تسعد بخير دائم وفلاحي ليبان فربضان ولذلك من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بنبي قولي صلى الله عليه وسلم ولذلك دان ربنا الله أدوينا تبارك أن أدوانا تبارك وتعالى وإن كدقنا أفعاش خيرك يوناك ولذلك أنس بن مالك وحكورنا يا نبينا صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله
فإن لله نفحات رحمة يصيب بها من يشاء وحويا إلهي سبحانه وتعالى نبي وحن ليه افعلوا الخير دهركم واختقي نردن بخير سمية وتعرضوا لنفحات رحمة الله نحريست الله سبحانه وتعالى هرتي إذا استاقى نفحات كيس يوحو الله إذ بركاتك وإذن كسود جنايو أي كم تهي بشن بركيسا فإن لله نفحات إلهي وحو ليه نفحات رحمات يصيب بها من يشاء من عباده وسأل الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم الله نوي ديست سبحانه وتعالى إنه إذن أستره رمضان محويان فرصة لاستغلال الخير إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل هاببة سكون وحويان بشا رمضان بركيسا وبالآذ وناكسن أوباها إن كد ذا لدنا خيرك ما أوجين قرت وقت قاسين قد ما ندونه ما أوجين قرت عافي ما درى من دونته ما أوجين قر ما دد ذي مشغول كنا قوي من دونه الدنيا ذو قر ما الباب ذا نوفر دون تمنى قانه مرك وحن أباه إن كد ذا لنا تعص بإذن الله تعالى أنت وقدرا وبني آدم كهور استايكر تعمل كخيرك يهور استايكر تفعل الصالحات وتيري الإمام البنا رحمة الله عليه فكن من الذاكرين لا من الغافلين ضدك ذاكرين تكمد نقبويري لا من الغافلين وكن من العاملين لا من الخاملين كو إلهي أشقينا ينقو كو إلهي كتشيستيها نقن واغتنم الوقت ودع التسويف فلا أضر منه وقت قاقنا كفا إذي سوء ودع التسويف تسويفكم مركا واشقضة دبئو لقد ذويان وحولي الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله إياك والتسويف فإنه أعظم جنود إبليس تسويفك إسك إلالي هاوش دبئو لقد بريبان سمين دونا سادبان سمين دونا هداد قوان قادتد وحويان قوان كاغا وإن الدميستر تهدو خير يهي وإياك والتسويف تسويف كاسي مركا شقدي سمحيته وشقدي إبليس ويان أعظم جنود إبليس بويل رحمه الله تعالى ولذلك وحولي أبو حامد الغزالي ترك الطاعة والكسل وترك التوبة والحرص على الدنيا والاشتغال بها قسوة للقلب ونسيان للآخرة وحيكود حال سينيسا إن الدنيا ذا نعيد أجيستي وعاجسي عقجيد أتكودد يدن بدافك الله أدوي ديسن لهيد أسكد يسد يا الدنيا أدب أرد لهيد أم بقى أدب أردد وحيكو كلف يسابوري إن هرت مشغول تد لبنا إنه قلبي جاقو أتكاضو صدحنا إن آخر ذا دوي دد وحويا ولذلك إذا كنت ذا رأي كن ذا عزيمة وروح لويري ونلواني حداتها إن أركت له في عن فكن ذا عزيمة أركت ذا ذو إن جوان في عن كل ما تا فإن فساد الرأي أن تتردد وحويان وحأدونك أقدرا قفكو هدو إنه مركز تبعد عليه هذا الكلام ودبوا لقوا ومركز هوشي قبل وايو ولذلك وحن كفى إذا سنا سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الآذ حكمة بضم بنو شقي وحور إن لي نفسا تواقة نف بان لي هاي بوري مركز تبه متسرع يميل سر بوري ربت إني قاله با إلهي إسي سبحانه وتعالى كانت تتوق إلى الإمارة مضحت النمي هذه إسي حتى حازتها إلا أنت قاعد ماشي أسر ريسي فأصبح خليفة المسلمين وأمير المؤمنين إلا أنت كنقضي وإن نفسي تتوق اليوم إلى الفردوس الأعلى من الجنة ما أنت نفتي إذن وحي أشي كينا سابوري إن الفردوس الأعلى من الجنة أنقاره مركز وحولي فترك الدنيا وطلقها قبل أن تطلقه مركز أدني ذي سيفري إنتاني أدني ذو فرن ساسنا ويان بني آذنك أدني ذي هديك فرته وعلي مشهد هذا أقوه هذا أذوق فرتدنا وحويا وقفك عاقل كأ وقفك الربيع والدنيا إن أنا سكون مشغولين إنه إلهي تتأخر يا رب بإذن الله تعالى نسأل الله عز وجل أن نكون من المقبولين أرنت لبعض أبها المركين أن دول استأجنوا وحويا هذا الكوري الحسن البصري عليه رحمة الله وحوري إن الله تعالى لم يجعل للمؤمن راحة دون الجنة قفك مؤمن كأ الله سبحانه وتعالى راح أجمود جن الدنيا راحنا أجمود جن إلا في الجنة جنة كل جيدون بار هذا اللوغو ترقري الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهذا الإنسان الضعيف راحة دون الجنة ولذلك وحويا كان شعار الصحابة الكرام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سيدي ابن القيم عليه رحمة الله إسقوت الماما سيدي أهيان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحويا شعارهم الصبر وراحتهم التعب وشعار آذ قرح بضن شعارهم الصبر وراحتهم التعب وحويا شعار كوذي يسمدو ذي على مدوذو وحويا صبر يد القاد وراحتهم ماش يكون راحة سنة ينوى ماش بني آذنك أي كدالان ولذلك وحويا قفك عاقل كأ ما ها إنو نقض قف عاقا جيد وحلي لشباب قانع لا خير فيه شباب كو قنعي أدن يذيس يد دلالك أدن يذيس لا خير فيه وبورك في الشباب الطامحين وحلي باني أن يرتربت إني ملسر قاله ولذلك وحا أقرح بضنا ليلي الهمة طريق إلى الجنة همذ سيدي ذبا
sarreynta iyo casiimada iyo go-aanka fiican iyo waxa weeyaan waa jidku gaarsiinaya jannada alle subxaanahu wa tacaala. Walidaalika alimaam shaafici hadallada quruxda badan ee laga hayo waxaa ka mid ah low kaana almaau albaaridu yunqusu min muruu'atii, hadduu biyaha qabow buu yidhi aniga dhaawacayay buu yidhi muruu'adayda iyo sharaftayda buu yidhi wax iga dhaawacayo lamaa sharibtuh, weligay macabilahayn buu yidhi. hadallada laga dhexlayna waxaa ka mid ah himmatii himmatu lmuluuk, himmaddaydu waa sida boqortooyada oo kale, boqortooyadu aada waxay ugu dadaalaan inay karaasadooda ilaashadaan. wuxuu yidhi anna waxaan rabaa aakhiradayda inaan ilaashado. wuxuu yidhi ara almadallata kufra, waxaan arkaa dulilnimada iyo hoosu dhigidda inay gaalnimo tahay baan arkaa buu yidhi. walidaalika qaala ibnu ljawzi calayhi raxmatullah, alimaam ibnu ljawzina hadal qurux badan buuna sheegaya, wuxuu yidhi yanbagii liman kaana lahu anafa, qofka hadduu leeyahay sarrayn iyo damiir leeyahay dhaqdhaqaaqaya, an ya'nafa, inuu ka xumaado, inuu min taqsiiri lmumkini dafcuhu can innafs, wax kastoo xumaanoo nafta laga celin karo. walow kaanat innubuwatu tunaalu bilijtihaad, haddaa nebinimadana lagu gaarayo ijtihaad iyo dadaal, lacudda almar'u muqasiran idaa radiya bilwilaaya, darajada wilaayada la yidhaaho hadduu qofku ku eekaysto waxa weyaan waa qof gaabinaya weeyaan, haddaabay nebinimadu dadaal lagu gaari karo. walidaalika dadka wanaagsan waxaad fahmaysaa meeshay taagnaayeen iyo meeshay hanqaltaagi jireen iyo meeshay eegi jireen radia allahu tacaala canhum waardaah. alxasan albasri maalin baa wuxuu arkay qolo qosqosilaysa bisha ramadaan oo ciyaarayaan bisha ramadaan, markaasaa wuxuu yihi ina allaha jacala shahra ramadaan midmaaran likhalqihi yastabiquuna fii, bisha ramadaan allah wuxuu ugu talagalay inay ku tartamaan dadku, waa meesha xalabat siraac, waa meesha lagu tartamaayo. fasabaqa aqwaamun fafaazuu, qolaa ku liibaanay, bal nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam habeen kastaba allah subxaanahu wa tacaala qole buu u dambi dhaafaa fayactiquhum min annaar, kuwaasi maxay sameeyeen, way dadaaleen umay seexan. walidaalika wuxuu yihi watakhallafa aqwaamun fakhaabuu, qolana way seexdeen markaasay khasaareen. facajaban kula alcajab, waxaa la yaab loo laga yaabaa oo laga naxaa lildaaxiki illaacibi bilyowmi aladii faaza fiihi asaabiquun, waxaa laga yaabaa loo naxaa ninka ciyaaraaya qoslaaya xilligii dad ay guulaysteen dadna ay khasaareen. wuxuu yidhi ibnu lqayim calayhi raxmatullah yanbagii cala saaliki an takuuna lahu himmatu tusayiruhu waturqii, himmad sarraysiinaysa oo kor u qaadaysa waa inuu yeeshaa, wacilmun yubasiruhu wayahdii, iyo cilmi wanaagsan oo sare u qaada. walidaalika wuxuu yidhi cumar radia allahu canhu isagoo ducaysanaya allahuma inii acuudu bika min jaladi alfaajiri wacajzi athiqa, ilaahay waxaan kaa magan galay ninka faajirka ee alla ka cabsanaynae ka baqanayn tabaaraka wa tacaala, oo xumaanta samaynaya oo ku indha adag xumaanta, oo dembiga raadsanaya oo dembiga ku indha adag, iyo waxaan ka naxsanahay buu ka ducaysanayaa oo ilaahay ka magan galayaa subxaanahu wa tacaala ninka wanaagsan oo caajiska ah ee cagajiidka ah ee aakharadiisii iibiyey. waqaala camr bnu lcaas radia allahu tacaala canhu waardaah, isagoo arrintaasoo kale ka hadlaayo wuxuu yihi almar'u yajcalu xayu yajcalu nafsah, bani aadanku sidiisaba waa meeshuu isdhigo, in rafacaha irtafacat wa in wadacaha wudicat. walidaalika waxa weyaan qofka muslimka maxaa laga rabaa inuu ku dadaalo. waxaan ku gunaanadaynaa biidn illahi tacaala rabiicata radia allahu tacaala canhu waardaah, saxaabigii jaliilka ah khaadim arasuuli sala allahu calayhi wasalam, nebiga intuu u yimaado uu khidmayn jiray, markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi maalin sala allahu calayhi wasalam wuxuu weydiisa buu yidhi rabiicu, markaasaa wuxuu yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljannati ya rasuula allah, waxaan ku weydiisanayaa buu yidhi inaan jannada aan agtaada dego, deriskaaga inaan noqdo, meeshaad jannada ka degaysid inaan ka dego. markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salatu wax kale maad weydiisanaysaa, markaasuu yidhi may wax kale kuma weydiisanaayo. markaasaa wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam acinnii calaa nafsika bikathrati sujuud, naftaada waxaad igaga adkaataa inaad sujuuda badsatid, inaad allah u dhowaatid, inaad cibaadada badsatid. hadalkaa quruxda badan nebigu yidhi waa hadalka annagoo dhanna sugaaya, haddaan rabno inaan xabiibkeenna maxamed sala allahu calayhi wasalam isku meel inaan joogno maalinta aakhiro, waxaan laga rabaa inaan cibaadada badsanno, inaan kheyrka badsanno, inaan wanaagga badsanno. ilaahay kuwa ha naga dhiga subxaanahu wa tacaala. nasal allaha caza wajal an yajcalna min almaqbuuliin wa an yajcalna min almarxuumiin wa an yajcalna min cutaqaa'i shahri ramadaan alkariim wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin.